بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة دبي الرياضية هنا في صالة نادي الوصل في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم في ختام بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات اللي تستضيفها دولة الإمارات في المباراة النهائية في مباراة الأبطال في مباراة من العيار الثقيل في مباراة جماهيرية قوية حاضرة بشكل قوي هنا في صالة نادي الوصل. عشاق الكرة الآسيوية، عشاق اللعبة الجميلة كرة قدم الصالات اللي تتميز بالسرعة والمرونة والتكتيك السريع. هنا المباراة النهائية تايلاند واليابان، تايلاند المنتشية بالفوز على إيران زعيم القارة الآسيوية، تبحث عن اللقب الأول في تاريخها، تبحث عن لقب قبل الدخول في معمعة مونديال كأس العالم اللي راح تستضيف تايلاند في نوفمبر القادم، واللي بالتأكيد ستحاول أن تنتصر في مباراة اليوم لكي تدخل تلك البطولة بمعنويات عالية. بينما المنتخب الياباني الكبير بطل نسخة 2006 والوصيف لخمس بطولات يبحث عن اللقب الثاني، المنتخب الياباني بعد ما تخلص من العقدة الإيرانية ما راح يواجهها في المباراة النهائية. خمس نهائيات يصل إليها المنتخب الياباني، وفي كل هذه النهائيات الخمسة يخسر أمام المنتخب الإيراني. قبل قليل انتهت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين إيران وأستراليا، وإيران استطاعت أن تنتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. مباراة نتوقع منها الكثير من المتعة، الكثير من الندية، الكثير من الإثارة. مباراة نامل أن ترتقي بسمعة الكرة الآسيوية، ونامل أن تنتهي البطولة بنجاح كبير أيضا على المستوى الفني والمستوى التنظيمي. مواجهة ما بين الإسباني السيد ميغيل رودريغو مدرب المنتخب الياباني وبين السيد فيكتور هيرمانز المدرب الهولندي للمنتخب التايلندي. تشكيلة الفريقين، تايلاند في حراسة المرمى تومبا، لاكا، وون كايو، توين لاين وسورن ويتشان. بينما المنتخب الياباني كاوهارا، كيتاهارا، كوغوري، تاكاهاشي ورافائيل هيمي. مباراة نتوقع منها الكثير ونتساءل من سيكون البطل، من سيكون صاحب المركز الأول، هل لقب جديد وفريق أو منتخب جديد اللي هو المنتخب التايلندي، أم المنتخب الياباني اللي يبحث عن لقبه الثاني. كيف تأهلوا وكيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ تايلاند تأهلت إلى المباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية، بعد مباراة نقدر نعتبرها مفاجئة للجميع بعد الانتصار على المنتخب الإيراني بخمسة أهداف مقابل أربعة في الوقت الإضافي. بينما المنتخب الياباني استطاع عن طريق رافائيل هيمي بهاتريك لهذا اللاعب أن يسجل أو يحقق انتصار بثلاثية مقابل لا شيء، وبالتالي يتواجد في مباراة اليوم لكي يواجه المنتخب التايلاندي. نقلات يابانية الآن مع هينمي إلى تاكاهاشي، عملية البحث عن الهدف الأول. مباراة ننتظر منها أن تكون على مستوى عالي، ننتظر منها أن تكون مباراة نهائية على مستوى من الطراز الدولي، نهائي كأس آسيا. لمن ستكون الغلبة يا ترى؟ المنتخب الياباني الآن تسديده إلى خارج أرضية الملعب في القاع، في القائم الايمن لحارس المرمى التايلاندي اللي هو تومبا، ولكن ضربه مرمى كان فيها للمنتخب التايلاندي. تايلاند تصدرت المجموعه الاولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فازت في كل مبارياتها. المجموعه الاولى اللي كانت تضم الامارات وتركمانستان وقيرغستان سجلت 11 هدف ودخل مرمى 3 اهداف في مرحلة المجموعات. في الدور ربع النهائي فازت على لبنان 5-3، محاولة اليابانية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. وفي الدور قبل النهائي هزمت إيران 5-4. بينما اليابان تصدرت أيضا المجموعة الثانية ب9 نقاط وفازت في كل مبارياتها، فازت على حساب لبنان وطاجيكستان وتايوان، سجلت 15 هدف وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة اللي كانت من اللاعب تاكاهاشي. إذا اليابان سجلت 15 هدف، دخل مرمى 4 أهداف. في الدور ربع النهائي تجاوزت قيرغستان بهدف مقابل لا شيء، وفي السيمي فاينل تجاوزت المنتخب الأسترالي بثلاثية نظيفة.
تايلاند اللي تحتل المركز العاشر عالميا حسب التصنيف الدولي لكرة قدم الصالات، بينما اليابان في المركز الثاني عشر. الجماهير حاضرة بكل قوة، الجماهير التايلاندية والجماهير اليابانية. هنا كرة خرج فيها توبا، فيها إصابة للاعب التايلاندي بما يخص صورة اللي هو اللاعب ثيون لانج. ثيون لانج صاحب السبعة أهداف واللي ممكن يتوج بلقب الهدافين إذا ما سجل أهداف في مباراة اليوم. المنتخب الياباني تسديدة أفضلية واضحة للمنتخب الياباني في بداية اللقاء في أول دقيقتين لكرة قدم الصالة. المباراة النهائية شوطين، كل شوط من 20 دقيقة من اللعب الفعلي. عندما تخرج الكرة يتم إيقاف اللعب. أربعة حكام في مباراة اليوم، الحكم الأول هو القرغستاني نور الدين بوكايف، بينما الحكم الثاني هو كوان الكوري الجنوبي ومحمد الحداد الحكم الكويتي، والحكم الثالث بينما الحكم الميقاتي هو السيد مارك بيركيت البريطاني. محاولة الآن لكن إلى رمي التماس للمنتخب الياباني. الجماهير التايلاندية أكثر من الجماهير اليابانية في مباراة اليوم، تشجيع مستمر وتحفيز مستمر للاعبي الفريقين. تايلاند اللي تشارك بصفتها بطلة مجموعة جنوب شرق آسيا في التصفيات، واليابان اللي تشارك بعد ما حصلت على المركز الثالث في النسخة الماضية، وبالتالي تشارك بشكل تلقائي في هذه البطولة. محاولة يابانية الآن، تاكاهاشي ممكن الهدف الأول، تسديدة خلص حارس المرمى. ضاعت أول فرصة، أول فرصة ضاعت من قدم اللاعب رافائيل هيمي. كان ممكن رافائيل هيمي يسجل الهدف لكن ضاعت، ضاعت الكرة. ملعوبة مرة ثانية، المنتخب الياباني أخطر، تسديدة في يد حارس المرمى، في يد حارس المرمى. رافائيل هيمي صاحب 6 أهداف، سيفا وثيانغ لانغ التايلاندي صاحب 7 أهداف. كرة عالية، ثيانغ لانغ يحاول ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة طولية عالية كانت من اللي باين في الصورة اللي هو وون كايو. تحركات سريعة، ومنتخبين المنتخبات الآسيوية اللي تتاز بالسرعة. ولعبة أساسا تعتمد على النقلات السريعة، على التنظيم، على الدقة في التمرير. كوكوري أحد اللاعبين المميزين في تشكيلة المنتخب الياباني، ممكن الآن محاولة مقطوعة وصلت إلى كايو. وون كايو الآن معها الكرة يتقدم لكن إلى خارج أرضية الملعب. الأعصاب بدأت الآن، الاحتجاجات القوية للمباراة النهائية. المسألة فيها بطولة، فيها بطولة، فيها مجد، فيها تاريخ، فيها دخول للتاريخ من أوسع أبوابها بالنسبة لتايلاند، وفيها لقب تحلم به اليابان بعد ما خسرت هذا اللقب في 5 مرات أمام المنتخب الإيراني. ملعوبة بشكل عالي، تاكاهاشي حاول كنترول مكان سليم، وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. فيكتور هيرمانز الهولندي مدرب المنتخب التايلاندي يواجه ميغيل رودريغو الإسباني مدرب اليابان في هذه البطولة. نقلات تايلاندية، سورين ويتشا، وون كايو بالخطأ هذه إلى رمي التماس. أول 4 دقائق من عمر المباراة بانتظار هدف يولع الأمور. الجماهير اللي حاضرة في صالة نادي الوصل بالتأكيد متشوقة لهدف أول. نقلات، يا سلام، جول أول ياباني، محاربي ساموراي سموها. شوف الهدف الأول، شوف التنظيم، سموها سموها. كوكوري سجل الهدف الأول من هجمة منظمة. تتقدم اليابان الآن، فرحة عارمة في المدرجات اليابانية. هدف حلو، هدف منظم، هدف منسق من جانب المنتخب الياباني. 1-0 الآن، 1-0 الآن. الأمور ستختلف، ننتظر ردة فعل سريعة من جانب المنتخب التايلاندي، ننتظر مضاعفة للجهود من جانب المدرب
وبجانب المنتخب الياباني 1-0 الان. هدف سجل اكوادوري، هل يكون هدف البطوله؟ هنا مره ثانيه تسديده حاضره، ولكن دفاع ياباني قوي. والى الجهه الاخرى من الملعب، المرمى لصالح المنتخب التايلاندي، حارس المرمى بشكل سريع، استلام ما كان صحيح، وبالتالي هذه المره للمنتخب الياباني. اليابان اللي افضل انجازاته مثل ما قلنا الحصول على بطوله 2006 على حساب اوزباكستان في المباراه النهائيه، وبخمسه اهداف مقابل هدف وحيد. تلك البطوله اللي اقيمت في العاصمه طشقد الاوزبكيه، ثلاث مرات في مونديال كاس العالم لكره الصالات 89 2004 و2008، وفي كل هذه البطولات الخروج من الدور الاول بالنسبه للمنتخب الياباني. المركز الثاني للمنتخب الياباني اربع مرات، والمركز الرابع ثلاث مرات، بينما المنتخب التايلندي مع الكره الان ممكن من خلالها محاوله، لكن ايضا دفاع ياباني صلب وقوي، بالتالي يضطر انه يعود فيها. ماتي الان، تايلاند الان تحاول، ماتي الان مره ثانيه هنا مع تشاين تشانوي يحاول فيها، لكن مقطوعه يابانيه موراكامي. موراكامي مره ثانيه اعاد الى حارس المرمى ناحيه إنابا، ولكن خاطئه والى خارج ارضيه الملعب. تقدمت اليابان اذا، سجلت هدف، والمهمة لربما تصعب بالنسبة لتايلاند، لكن لسه هناك وقت كثير متبقي، ممكن تتغير الامور، ممكن تايلاند تقلب المباراة رأسا على عقب. استطاعت ان تزيح المنتخب الايراني عن عرشه، هنا كرة الان مراوغة لكن ايضا مقطوعة، عادت عكسية. المنتخب التايلاندي الان بالجهة اليمنى، ماتي الان يحاول عملية قطع الكرة، والى ماذا؟ الى ضربة ركنية، الى ضربة ركنية. مباراة اعصاب، مباراة سريعة، مباراة فيها هجمة هنا وهناك. المنتخب التايلاندي حارس المرمى خلصها، حارس المرمى خلصها مرة ثانية بشكل عالي. الاعتماد على الكرات المرسلة من حارس المرمى بشكل طويل، ولكن المنتخب الياباني حتى الان صاحي لكل المحاولات التايلاندية. يا سلام على إنابا، يلعبها خطرة لليابان لكن ايضا مقطوعة، لا تزال من جهة اليمنى. تسديدة، تسديدة حلوة كانت من أوسادو، أوسادو حاول فيها. أوسادو حاول فيها، عادة تايلاندية، تايلاند تبحث عن التعادل بأي طريقة بأي وسيلة، ممكن هاتو خذ، مطالبة بالخطأ، والآن إلى رمي التماس، ما كان فيها خطأ، المطالبة كانت لصالح اللاعب جاين تشاروي. رمية التماس على تنفيذه بين باكول، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. المحاولات التايلاندية حتى الآن لا تأتي بالنتيجة المطلوبة. المنتخب الياباني منظم جدا وسريع داخل أرضية الملعب، نقلاته سريعة دقيقة، يبحث عن اللقب الثاني في تاريخه، ما راح يفرط، ما راح يفرط في هذه الفرصة، خاصة أنه ما قاعد يواجه المنتخب الإيراني. تسديدة، يا سلام، يا سلام كانت من موراكامي، والله تسديدات قوية وصواريخ تطلق من جانب لاعبي الفريقين. ممكن الآن إلى خارج أرضية الملعب، مباراة سريعة تتخلص من الدفاع. كأس العالم القادمة راح تنظم في تايلاند في شهر نوفمبر من هذا العام، وبالتالي تايلاند ستشارك بصفتها المنظمة. صحيح أنها تأهلت إلى الدور قبل النهائي، وبالتالي ضمنت المشاركة أيضا، وبالتالي انتقل المقعد وأصبح شاغر للمنتخب الكويتي، أفضل فريق. هنا كرة، خطأ لمصلحة المنتخب الياباني، أصبح المقعد شاغر لأفضل فريق في دور ربع النهائي، والفريق هو المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي ليتأهل ويستفيد من تواجد تايلاند في هذه البطولة وتأهلها إلى دور الأربعة، لكن تايلاند تحاول أن تخرج بلقب البطولة وتشارك في مونديال كأس العالم بصفتها البطل الآسيوي. اليابان هنا تحاول أن تحطم هذا الحلم وتحطم هذا الطموح. يا سلام، شوف حركة الترول، مراوغة، خطرة يابانية، سقوط، ما في شيء، حكم اللقاء يقول
ما فيها شيء. بالتالي عادة تايلاندية. مات يالان حاول فيها جاي بيك. منتخب التايلاندي يبحث عن الثغرة، يبحث عن طريقة لتسجيل هدف التعادل. المباراة النهائية يا اما البطولة يا اما الخروج من الباب الخلفي والحصول على المركز الثاني. تبديلات حاضرة الان، عدد لا محدود من التبديلات بالنسبة لكلا الفريقين. هنا الكرة تسديدة، استبسال ودفاع قوي من جانب اللاعب الياباني كيتا هارا. لاكا يلعبها مقطوعة من جانب المنتخب الياباني. مقطوعة بشكل قوي عناري بالنسبة للجمهور اللي حاضر في صالة نادي الوصل. هنا رودريغو ميغيل رودريغو المدرب الإسباني. هنمي الآن رافائيل هنمي. نقلات يابانية. المنتخب الياباني اللي حتى في كرة القدم العادية هو الزعيم الآسيوي هذه الأيام، وحامل لقب بطولة كأس آسيا 2011 في قطر. مباريات سريعة حجمها هنا وهنا. حجمها هنا وهناك. المنتخب الياباني لكنها بعيدة. بعيدة هذه. أرسلها اللاعب تاكاهاشي. تايلاند مرة ثانية. لاكا. لاكا معها الكرة. لاكا إلى وون كايو. سورن وايت. إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس. عملية البحث عن هدف التعادل لا تزال قائمة بالنسبة للمنتخب التايلندي. أتمناها مباراة كمباراة تايلاند وإيران اللي كانت في السيمي فاينل في الدور قبل النهائي. مباراة كانت مثيرة، فيها تقلبات، فيها أهداف هنا وهناك. المنتخب الياباني متقدم الآن عن طريق اللي معاه الكرة كوغوري. وصلت في الجهة اليسرى. تاكاهاشي كيتاهارا. نقلات يابانية. هنمي الآن ممكن يسدد. هنمي يحاول يلعبها. ضاعت فرصة خطيرة للمنتخب الياباني. ضاعت فرصة خطيرة للمنتخب الياباني. مرة ثانية الآن اليابان تحاول ممكن المراوغة، ولكن التدخل القوي برافو بشكل مميز بالنسبة للمنتخب التايلندي. الآن طولها على نفسه. طولها على نفسه فيها فين فلان. وقت مستقطع الآن يطلبها المدرب الهولندي فيكتور هيرمان. يطلبها المدرب فيكتور هيرمانز. هذا المدرب اللي ياتي خلفا للاسباني خوسيه مينديز صاحب 59 سنة واللي درب العديد من المنتخبات في كرة قدم الصالات. درب المنتخب المالطي، المنتخب الهولندي، المنتخب الكويتامالي والمنتخب الايراني، وحصل معه على بطولة كأس آسيا عام 2001. هذا المدرب اللي عندما كان لاعب لكرة قدم الصالات حصل على لقب أفضل لاعب في مونديال 89. يوم توج المنتخب الهولندي بتلك البطولة. الآن يتواجد كمدرب بينما هنا في الصورة ميغيل رودريغو المدرب الإسباني واللي يحاول أن يظهر باللقب الأول بالنسبة له كمدرب وشخصيا مع المنتخب الياباني. توجيهات حاضرة. مباراة النهائية لا مجال للأخطاء. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يا أما البطولة ويا أما المركز الثاني. حصلت على المركز الثالث أربع مرات في مشاركاتها في كأس آسيا. شاركت في كل النسخ في كل البطولات. أيضا اليابان شاركت في كل البطولات. تايلاند الآن كايو يعيد هنا إلى سون ويتيان. مرة ثانية وون كايو يحاول فيها. وون يلعبها إلى بيونغ لان لكن مقطوعة بالنسبة للمنتخب الياباني. هذه لو تاخذها على مستوى كرة القدم العادية بالتأكيد الفرق كبير لمصلحة المنتخب الياباني، لكن هنا كرة قدم الصالات الأمور تختلف. كرة قدم الصالات الأمور تختلف. تايلاند قوية جدا. تايلاند استطاعت أن تزيح المنتخب الإيراني اللي متزاعم لهذه اللعبة في قارة آسيا، واحد أفضل منتخبات العالم. واحد صفر لا
المباراة النهائية الفاينل هنا في صالة نادي الوصل. لا تزال الأمور لمصلحة اليابان بهدف لكوكوري. كوكوري نفذها إلى تاكاهاشي، تاكاهاشي إلى هيرمي، هيرمي إلى كوكوري. نقلات يابانية، أسلوب الضغط على حامل الكرة يطبق لاعبو المنتخب التايلاندي. يا سلام على الفكرة بالجهة اليمنى، لكن أيضا مقطوعة، قتال على هذه الكرة. عودة يابانية للجهة اليسرى، كوكوري حولها هنا إلى هيرمي. نقلات سريعة سريعة بالنسبة للمنتخبين، لعبة سريعة تحتاج إلى متابعة دقيقة. ممكن الآن تسديدة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية يكتسبها الحكم الثاني السيد كيم كوان الكوري الجنوبي. 16 منتخب شاركوا في هذه النسخة في كأس آسيا الثانية عشر اللي تقام لأول مرة في دولة الإمارات. الأمر بشكل سريع، مطالبة بلمسة اليد. حكم اللقاء قال ما فيها شيء، وبالتالي استأنف اللعب. تمريرة من الحارس اليابان الآن، ممكن الانفراد. يتدخل حارس المرمى، يتدخل حارس المرمى اللي هو توفق. عادت المنتخب التايلاندي هذه البطولة اللي حتى التعليق عليها ينبغي أن يكون أسرع من كرة القدم العادية. نقلات سريعة، ملعب صغير ولاعبين في قمة اللياقة البدنية في المباراة النهائية. الآن تايلاند تحاول، لا تزال متأخرة، ما راح ترضى بالهدف اللي أتى في مرماها، هي اللي سبق وأن أزاحت إيران. بالتأكيد ستحاول أن تنتصر على محاربي الساموراي اليابانيين. هنا الكرة، انفراد، خطرة خطرة، الله التعادل وسط فرحة جماهيرية تايلاندية هنا في صالة نادي الوصل. هنا في صالة نادي الوصل عادت الإثارة وعاد المنتخب التايلاندي، سجل هدف ولا أروع من هجمة منظمة. بعد ذلك بثقة بحنكة بخبرة حطها في المرمى، هز الشباك اليابانية. 1-1 أصبحت الأمور، مباراة ما هي سهلة، مباراة نهائية على مستوى عالي. المنتخب الياباني ممكن الثاني، لا تزال، لكن ضيعها نيبويا، ضيعها. مباراة ما راح تبقى على 1-1، فيها أهداف، فيها أهداف، الإثارة حاضرة، المحاولات حاضرة، والآن الأمور أصبحت متكافئة على مستوى النتيجة. نجح المنتخب التايلاندي في الحصول على المنتخب وتسجيل هدف التعادل. فيونغ لاين صاحب الهدف، وون كايو. فيونغ لاين عملية احتكاك، تعاد إلى حارس المرمى تومبا. 1-1، هل يطلب المنتخب التايلاندي النتيجة؟ لاكا إلى كايو، كايو حاول يعدي، لاعب فنان ومتميز، لكن أيضا مقطوع. رمي التماس بشكل سريع، مرتدة عكسية، المنتخب الياباني، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب موراكامي. من سيسجل الهدف الثاني يا ترى؟ محاولات هنا وهنا. وون كايو، المنتخب التايلاندي اللي اكبر انتصار في تاريخه كان على حساب منتخب لاوس ب 26 هدف مقابل هدفين، بينما اقصى خساره تعرض لها كانت امام البرازيل وب 11 هدف مقابل لا شيء. يبحث عن مجد جديد، يبحث عن لقب اول، يبحث عن بطوله. بمبدا الامان يبعدها اللاعب الياباني اللي هو كازو هيرو. كازو هيرو تشجيع مستمر من جانب مشجعي المنتخب التايلندي، سعيدين بهدف التعادل، حاضرين بقوة هنا في صالة نادي الوصل. كرة الآن عكسية للمنتخب الياباني، مراوغة ناجحة، إنابا تسديدة، يا سلام، إنابا سددها قوية صاروخية يسارية
بعد ما عدى بطريقة جميلة، ولكن حارس المرمى توفى يتصدى لها، وبالتالي إلى ضربة ركنية. إلى ضربة ركنية الآن راح ينفذها الكابتن كومياما. كومياما في الجهة اليمنى يعيدها الآن إلى حارس المرمى. نقلات يابانية، كومياما في الجهة اليمنى لكن خاطئة، خاطئة، لا مجال للأخطاء في مباراة اليوم، مباراة بطولة، مباراة الفاينل. هنا فيكتور هيرمانز اللي بالتأكيد يمني الناس بأن يحصل على لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد ما حصل عليها مع المنتخب الإيراني في نسخة 2001. البطولة اللي بدأت في 99 في ماليزيا، 11 بطولة سبقوا أن أقيمت من قبل، 10 بطولات كانت من نصيب المنتخب الإيراني، بطولة واحدة كانت من نصيب المنتخب الياباني. وبالتالي هل نكون على موعد مع بطل جديد؟ المنتخب التايلاندي إذا ما فاز راح يكون البطل الجديد بالنسبة لبطولات آسيا لكرة قدم الصالات. رمية التماس الآن، محاولات تايلاندية تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. نيبويا إنابا، نقلات يابانية قصيرة وسريعة جدا، مناورات يعملها المنتخب الياباني. نابويا الآن تسديدة، حارس المرمى، حارس المرمى في الموعد، التسديدة اللي كانت من كازوهيرو، نيبويا كازوهيرو. عادت الأمور مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الياباني، محاربي الساموراي يبحثون عن الهدف الثاني. التسديدة كانت حاضرة من اللاعب مينابا. المنتخب الياباني لا يزال يبحث عن الهدف الثاني، لكن المسألة صعبة. لم يتأهلوا ولم يتواجدوا في المباراة النهائية إلا كونهم منتخبات كبيرة، منتخبات لديها مستويات فنية عالية. أربع مجموعات كانت حاضرة دور ربع النهائي، بعد ذلك قبل النهائي والمباراة النهائية، ينتج عن تواجد اليابان وتايلاند. 1-1 الأمور على بعد 6.5 دقائق من نهاية الشوط الأول. ممكن الآن تسديدة، لكن أيضا يتدخل الدفاع الياباني إلى رمية تماس للمنتخب التايلاندي. قوة، التحاق، مباراة للرجال، مباراة هذه نهائية للرجال فقط، مباراة فيها التحامات قوية حتى لو كانت في كرة قدم الصالات، لكن هي مسألة البطولة، مسألة البطولة ومن ينتصر فيها. كوغوري يحاول فيها الياباني في الجهة اليمنى إلى رافائيل هينمي، هينمي معاه الكرة، ملعبة في الجهة اليمنى، ممكن تسديد، تسديدة، حارس المرمى، حارس المرمى عادت مرة ثانية. تيكاهارا، كوغوري في الجهة اليسرى، ممكن يراوغ، ممكن تمريرة قصيرة، تسديدة، جول ياباني ثاني. يا سلام، حلوة كانت التسديدة، مو خادعة، ما كانت قوية. شوف التمريرة من كوغوري، بعد ذلك الاستلام والتسديدة من جانب كيتاهارا حطها، سجل الهدف الثاني. الهدف الثاني في زاوية صعبة يتفرج عليها توبا من بين قدمي المدافع في الزاوية البعيدة، هدف لمصلحة المنتخب الياباني. هدف لمصلحة المنتخب الياباني، هدف ثاني، تعود الكفة لمصلحة محاربي الساموراي، لمصلحة اليابان. 2-1، 2-1 الآن، عادوا للتقدم من جديد، عادوا للتقدم من جديد. هنا كرة الآن، ممكن الانفراد، وانكايو يحاول لكن يبعدها الدفاع الياباني، يبعدها الدفاع الياباني. زعلان، قلق جدا فيكتور هيرمانز مدرب المنتخب التايلاندي، ملعوبة لكن
خطة عشوائية كانت من وون كايو. إذن الهدف الثاني أتى عن طريق كيتاهارا، وتارو كيتاهارا هو اللي سجل الهدف الثاني لليابان. بمبدأ الأمان الحارس الياباني كاواهارا يبعدها. سيحاول من جديد المنتخب التايلندي أن يتعادل الآن. رمي التماس لمصلحة المنتخب التايلندي، ما هي ضربة ركنية. مرة ثانية تسديدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. محاولة كانت تايلندية. 2-1 حتى الآن على بعد 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، 20 دقيقة مدة الشوط من اللعب الفعلي. كل ما خرجت الكرة يتم إيقاف اللعب، كل ما خرجت الكرة عن إطار أرضية الملعب، والكرة لا تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب أيضا. وون كايو صاحب الهدف الوحيد للمنتخب التايلندي. مباراة سريعة جدا. يا سلام على المراوغة اليابانية، ممكن الانفراد لكن أيضا يتدخل الدفاع وحارس المرمى. رامي تماس تنفذ بالقدم سريعة. المنتخب الياباني الآن يا سلام، خطر 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 خطرة. توبة خلصها، توبة خلصها. كان ممكن الهدف الثالث، كان ممكن الهدف الثالث من اللاعب تاكيتا. تاكيتا كان ممكن يسجلها. يا سلام الآن لعبة على الطائر ولكنها بعيدة، ولكنها بعيدة. 2-1 عادت اليابان للتقدم من جديد. لاكا يحاول فيها. تايلاند تبحث عن هدف التعادل مرة أخرى، نفس السيناريو. تقدمت اليابان، تعادلت تايلاند وعادت اليابان للتقدم من جديد. من جهة اليمنى لاكا إلى وون كايو، لعبها ناحية سورويتشان. جاي بك الآن، يبدو لي أنه سيدخل. بالنسبة للمنتخب التايلندي تتخلص هذه من موسودو. تاكيتا إلى كوغوري، كوغوري إلى هيمي. هيمي صاحب مهارة عالية، هداف المنتخب الياباني بالكعب من موسودو، ولكن بالخطأ، بالخطأ الكرة الأخيرة ملعوبة. المنتخب الياباني قريبة جدا من المرمى، لكن ايضا تتخلص. دفاع قوي ياباني، دفاع ياباني قوي. ممكن المراوغة. هيمي يا سلام، ولكن عدت الكرة، عدت خط التماس، وبالتالي رمية التماس، رمية التماس. الجماهير التايلندية لا تزال تشجع وتتمنى وتنتظر الأفضل من جانب منتخبها. متأخرين بهدفين مقابل هدف أمام المنتخب الياباني القوي. منتخب عريق جدا في هذه اللعبة على المستوى الآسيوي، لكن كان عادة ما يصطدم المنتخب الإيراني اللي ينتمي لمستوى آخر من اللعب. لكن الآن الفوارق تضاءلت. بالخطأ هذه ممكن كوغوري يعيد الى حارس المرمى. المنتخب الياباني حارس المرمى بشكل عالي. تاكيتا نزلها ولكن في حارس المرمى التايلندي بشكل سريع. استلام، اوه ما سددها بشكل قوي، وبالتالي في حارس المرمى. مره ثانيه الان المنتخب الياباني، خطره خطره خطره. حارس المرمى صدى، حارس المرمى صدى. عادت الاثاره الان. عادت الإثارة. رتب سريع، نقلات سريعة. المنتخب التايلندي عليه أن يركز بشكل أفضل، يحسن أداءه، يجد الحلول للوصول إلى مرمى المنتخب الياباني. على بعد 2:47 من عمر الشوط الاول. 2-1 اليابان في نهائي كاس كره قدم الصالات اللي تنظم في الامارات وفي صاله نادي الوصل، وايضا
المباريات الأخرى كانت في صالة نادي الشباب. يا سلام مراوغة منتخب تايلاندي الآن، المحاولة عادت مرة ثانية إلى وونغ كايو، وونغ كايو يلعبها من جهة اليمنى، استلام مراوغة لا تزال ولكن صافرة ولم يتماس للمنتخب الياباني. نفذت هذه واستلمها بشكل صحيح اللاعب تاكاهاشي، هذا هو كنسوكي تاكاهاشي، اللقب اول للمنتخب التايلندي او لقب ثاني لليابان. اليابان حتى الان متقدمه بالخطا، هذه حذاري من الاخطاء في المنطقه الدفاعيه الصافره والخطا لمن المنتخب الياباني. بطاقه صفراء على وونغ كايو، تدخل مع إنابا، تدخل مع إنابا، كومياما الكابتن الان يدخل، الحكم الاول تحدث مع محمد الحداد، الحكم الثالث في مباراة اليوم محمد الحداد من جمهورية الكويت، اي جمهورية، دولة الكويت من اخواننا واشقائنا في الكويت بعيدين عن الجماهيرية. المنتخب الكويتي اللي تأهل كأفضل فريق من كرة الآن، كأفضل فريق في الدور النهائي، تسديدة لا تزال خطرة خطرة ولكن تبعد هذه مرة ثانية الآن، الهجمة العكسية، محاولة تايلندية إلى خارج أرضية الملعب. الأربعة الأوائل يتأهلون إلى المونديال، وبحكم أن تايلاند ستنظم مونديال كأس العالم تم اختيار أفضل فريق كان في الدور النهائي وفي المجموعات، وانتهت النتيجة إلى أن يتأهل المنتخب الكويتي بإنجاز جميل جدا للكرة الكويتية والخليجية، التواجد في المحفل العالمي في شهر نوفمبر القادم. تايلاند متأخرة وتبحث عن هدف التعادل. جوكلان الهداف بسبعة أهداف مع حسن زادة، حسن زادة خلاص خلص كل مبارياته وبالتالي لا مجال. مراوغة خطا على كيتاهارا، خطأين الان على المنتخب التايلندي، خطا على المنتخب الياباني في هذه اللعبه اذا في الشوط الواحد ارتكب اكثر من خمسه اخطاء. السادسه تكون ضربه جزاء، الخطا السادس يكون ضربة جزاء، هذا هو قانون اللعبة، يتم احتساب الأخطاء. خطأين الآن على تايلاند، خطأ على اليابان، كرة متبادلة، لمن ستكون الغلبة يا ترى؟ منتخب التايلاندي في مواجهة الساموراي، في مواجهة اليابان. هنا الكرة لحظات والثواني يخف فيها رتم اللقاء، ولحظات تشوف فيها إثارة وفرص من جانب المنتخبين. على بعد دقيقة واحدة هل ينتهي الشوط بتقدم اليابان؟ هذه الخطأ هدية مجانية للمنتخب الياباني. هيرمانز يطالب لاعبينا بالهدوء، وقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب الياباني اللي هو الاسباني ميغيل رودريغو. في 99 المباراة او البطولة اللي اقيمت في ماليزيا ايران هزمت كوريا 9-1، في 2000 ايران هزمت كازاخستان 4-1، 2001 ايضا ايران على حساب الاوزبك 9 اهداف قبل شيء، بعد ذلك نسخة 2002 وحتى نسخة 2005 طرفي المباراة النهائية المنتخب الايراني والياباني، وفي كل هذه المباريات ايران تنتصر، في 2002 6-0، في 2003 6-4، في 2004 3 او 5-3، في 2005 2 مقابل لا شيء،
2006 اليابان حصلت على البطولة على حساب الأوزبك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. بعد ذلك عادوا وابتدوا من جديد في نسخة 2007 البطولة اللي أقيمت في اليابان، أيضا فازت إيران على اليابان في عقر داريان أربعة أهداف مقابل هدف واحد. تايلاند وصلت مرة واحدة إلى المباراة النهائية عندما أقيمت في 2008 في تايلاند البطولة، ولكنها اصطدمت بالمنتخب الإيراني القوي وخسرت بأربعة أهداف مقابل لا شيء. اليابان الآن في الجهة اليمنى ملعوبة، خلص الدفاع، خلص اللاعب سورن ويتشان. شوف الكرة اللي كانت على الطاير، لكن ويتشان كان متواجد وبالتالي أبعدها. رمي التماس ملعوبة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب، ملعوبة من تاكاهاشي. تاكاهاشي لعبها الكابتن اللي هو كومياما. الثواني الأخيرة، منتخب التايلاندي يحاول أن يتعادل. قتال على الكرة في الجهة اليمنى، رمي التماس لتايلاند، رمي التماس لتايلاند. هل تنجح في التعديل؟ هل تنجح تايلاند في التعديل قبل الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين؟ وون كايو عاد مرة ثانية بشكل عالي. هنا كيتارا صاحب الهدف الثاني، سددها مكان وبزاوية ضيقة، حطها بزاوية بعيدة وسجل الهدف الثاني. المباراة اللي إذا ما انتهت بذلك الهدف بالتأكيد ما راح ينساه، ما راح ينسى المباراة اللي هو اللاعب كيتهارا صاحب هدف الفوز حتى الآن. 2-1 اليابان، آخر 30 ثانية. طالت هذه، طالت كانت عالية على اللي باين في الصورة على الهداف. فين كلام كرة الآن إلى ضربة ركنية أصبحت يابانية. آخر 25 ثانية، رودريجو ينظر إلى ساعة المباراة وإلى الشاشة الموجودة في صالة نادي الوصل، حيث المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات. كومياما تعادل إنابا تسديدة، ولكن تسديدة إنابا تخرج وبالتالي تعود تايلاندية. تايلاند لا تزال تبحث عن التعادل، تعتمد على فيونغ لانغ هناك في خط المقدمة. سورن ويتشان، ويتشان مرة ثانية يحاول، مضغوط عليه وبالتالي يعيدها إلى حارس المرمى. عاد في هذه اللعبة حارس المرمى يجب أن يتميز بمهارات عالية كمهارات اللي متواجدين داخل أرضية الملعب، وخطأ لمصلحة المنتخب الياباني على بعد ثانيتين. ثانيتين وثمانية أجزاء من الثاني. هذا الخطأ الواضح، الواضح لكيتهارا. الخطأ الواضح لكيتهارا. خلاص ثانيتين ما فيها إلا تسديد، ما يقدر إلا أن يسدد إذا ما أراد، لكنه متقدم بهدفين مقابل هدف. هل راح يسددها بشكل مباشر؟ هل راح يرفعها؟ إذا ينتهي الآن الشوط الأول، الشوط الأول في المباراة النهائية ما بين اليابان وتايلاند. اليابان متقدمة بهدفين مقابل هدف واحد، على أمل أن نشاهد شوط ثاني أكثر إثارة وأكثر متعة. الشوط الأول كان سريع، كانت فيه إثارة أيضا، كانت فيه فرص ضايعة. المنتخب الياباني استطاع أن يتقدم بهدفين مقابل هدف، وبالتالي تايلاند ستحاول في الشوط الثاني أن تعوض النتيجة. إذا ننتقل في الشوط الثاني، إلى ذلك نتقبل تحياتي أحمد سلطان البيتي، وإلى اللقاء في بداية الشوط الثاني.
المحاول كان سريع، كان ممتع مثير في ثلاثة أهداف في محاولات من جانب الطرفين. الأفضلية كانت بعض الشيء للمنتخب الياباني، وبالتالي نأمل أن نشاهد الشوط الثاني أيضا مثير وممتع وفي أهداف تكون حاضرة بشكل قوي. 2-1 لمصلحة اليابان، خطأ لمصلحة المنتخب التايلندي. ممكن من خلاله التعادل، ممكن التسديدة القوية من وونغ كايو، تسديدة حاضرة تصطد في هنمي مرة ثانية، وأيضا مرة أخرى تصطد في رافائيل هنمي اللي باين في الصورة. ماذا سيحدث في الشوط الثاني؟ كيف كانت تعليمات المدربين سواء رودريجو أو فيكتور هيرمانز بالنسبة للمنتخب التايلندي؟ هل يستطيع المنتخب التايلندي أن يتعادل مرة ثانية؟ تتحول في انكلاين، يحاول فيها يلعبها خطرة تايلاند، ممكن محاولة لا تزال لا تزال خطيرة بالنسبة للمنتخب التايلاندي إلى رمي التماس. رمي التماس للمنتخب التايلاندي. تايلاند تأهلت بعد ما تجاوزت إيران 5-4 في الدور قبل النهائي. اليابان تجاوزت استراليا في 3 أهداف مقابل لا شيء في الدور قبل النهائي. متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، ها هما يلتقيان في المباراة النهائية. في الخطة هذه مقطوعة لتايلاند إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية النسخة الماضية في 2010 واللي أقيمت في أوزباكستان. طرفي المباراة النهائية كانوا إيران وأوزباكستان، وإيران فازت ب8 أهداف مقابل 3. المباراة كانت فيها 11 هدف، في أهداف كثيرة. مباراة هذه حتى الآن 3 أهداف، 187 هدف حتى الآن تم تسجيلهم في 37 مباراة قبل مباريات اليوم الأخير. معدل 6.2 أهداف في المباراة الواحدة. هنمي معها الكرة في المنتصف، يحاول فيها يتقدم. دفاع قوي من جانب المنتخب التايلندي. حكم اللقاء ما فيها شيء، وضربة ركنية. ماذا يحتسب حكم اللقاء؟ لا، ضربة مرمى للمنتخب التايلندي. لاكا في اكلام خرجت، وبالتالي رمي التماس لليابان. بطولة الماضية أفضل لاعب كان فيها محمد طاهر الإيراني، وكان أيضا أفضل هدف في تلك البطولة. مباراة نهائية، مباراة من العيار الثقيل، مباراة سوبر في كرة قدم الصالة ما بين اليابان وتايلاند. اليابان تبعد عن اللقب الثاني، تايلاند تبعد عن أول لقب في تاريخها. اليابان سبق وأن حصلت على البطولة في 2006، فتعاود الكرة في 2012 بعد 6 سنوات من الانتصار الأول. وكايو إلى فيات لام خاطئة، وبالتالي عادت يابانية. يا سلام على التمريرة، كوكوري لا صاحب الهدف الأول إلى صاحب الهدف الثاني اللي هو كيتاهارا، مع الكرة كيتاهارا بالخطأ إلى خارج أرضية الملعب. يخرج تاكاهاشي، يدخل أوسودو. تبديل المنتخب الياباني، عدد لا محدود من التبديلات في هذه اللعبة. الشوط الثاني 20 دقيقة من اللعب الفعلي. إذا ما تعادلوا نلجأ إلى أوقات إضافية من الكرة، لكن أيضا مقطوعة. التحامات قوية، وبالتالي رمي التماس لتايلاند ملعوبة. تايلاند الآن مرة ثانية رمي التماس. تايلاند إذا ما حاولت وإذا ما هجمت وضغطت راح يكون وضع طبيعي لفريق يبحث عن معانقة اللقب للمرة الأولى. عادت يابانية الآن، هنمي تأخر فيها، وبالتالي مقطوع من جانب وونغ كايو أحد أفضل اللاعبين في التشكيلة التايلاندية. سورين ويتشيان، ويتشيان إلى كايو، وونغ كايو يكلان والجهة اليمنى. ممكن مراوغة، ممكن تسديد بعد المراوغة، لكن أيضا تواجد ياباني وارتكاز ياباني في الموقع السليم. في أكلام
الفريق الأصفر منتخب تايلاند لا يزال يبحث عن الثاني. مرة ثانية المنتخب التايلندي حذار هيني ميلان ممكن يلعبها ممكن يلعبها لكن أيضا تأخر تأخر الآن لعبها أسودو في الجهة اليسرى كوغوري كوغوري معها الكرة محاولات يابانية ممكن أن تخط محاولة حكم اللقاء يقول ما فيها شيء كان فيها صفور وانكو الآن يراوغ وإلى خارج أرضية الملعب. مباراة فيها قوة وفيها التحام وفيها سرعة وإثارة. المباراة النهائية تفي بالوعود في أجواء جماهيرية رائعة في صالة نادي الوصل. مرة ثانية الآن الهجمة العكسية يابانية خطيرة ممكن ممكن هذه المحاولة لا تزال تسديدة رد فعل سريعة من جانب تومبا من جانب حارس المرمى. جانب حارس المرمى عدت 4 دقائق من الشوط الثاني. ضربة ركنية كومياما يعيدها تسديدة قوية عالية. المباراة ما فيها تضيع الوقت كل الكرات اللي تلعب وتخرج خارج أرضية الملعب يتم إيقاف الوقت من قبل حكم ميقات المتخصص لهذه الأمور. المنتخب التايلندي يجد صعوبة في الاختراق. المنتخب الياباني منظم جدا في التمركز في مواقعه. هنا الكرة الآن ولكن إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب. اليابان في الطريق نحو اللقب الثاني لكن مسألة فارق الهدف الوحيد من الكرة الآن أسودو بالجهة اليمنى طالت على أسودو طالت على أسودو في لعبة كرة قدم الصلاة فارق الهدف الوحيد ليس بالفارق ممكن في أي لحظة يعوض. كرة الآن سقوط في الجهة اليسرى رمية التماس للمنتخب التايلندي حاول فيها جاي بيك حاول فيها جاي بيك تايلاند اللي عندما تشارك في بطولة كأس جنوب آسيا لكرة قدم الصالات فتنتصر فيها كل البطولات اللي شاركت فيها تايلاند في كأس جنوب شرق آسيا حصلت عليها في 8 مرات شاركت وحصلت على المركز الأول. البطولة اللي تجمع ما بين دول جنوب شرق آسيا تسديدة قوية لكنها بعيدة بعيدة كانت. كرة الآن حارس المرمى يخرج من مرمى كان ممكن سوء التفاهم وكان ممكن المنتخب الياباني يسجل الهدف الثاني. 0 من حكم اللقاء هل كان فيها خطأ في التنفيذ. جانب من الجماهير اليابانية اللي حاضرة هذا اللقاء حتى الآن منتخبها منتصر ولربما يعانق اللقب للمرة الثانية. دخلات هاتخذ ما فيها شيء كومياما كان مشترك في الكرة الأخيرة. اليابان لا تزال في محاولاتها ولكن كومياما كرة إلى خارج أرضية الملعب. حكم اللقاء يطلب اللاعبين ويطلب منهم الابتعاد عن المناوشات والاحتكاكات القوية. هنا فيكتور هيرمانز هنا فيكتور هيرمانز وهنا ميغيل رودريغو مدرب المنتخب الياباني. كل البطولات شاركت فيها تايلاند تأهلت إلى المونديال 3 مرات في 2004 و2008 ولكنها خرجت من الدور الأول أيضا. أفضل إنجازاتها في هذه البطولة الوسيط المركز الثاني في نسخة 2008 تسديدة قوية كانت ولكن حارس المرمى ولكن تومبا يتصدى لها. اليابان تحاول الآن إضافة هدف ثالث لكي تصعب الأمور على تايلاند. ضربة ركنية مرفوعة ممكن على الطائر تسديدة تسدد للدفاع مرة ثانية إلى خارج أرضية الملعب. المسألة فيها بطولة يا جماعة المسألة فيها لقب
فيها لقب، وبالتالي المباراة النهائية على مستوى عالي. منتخب التايلندي يحاول أن يكمل الحلم اللي بدأ بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم. وصلت في نوفمبر من العام الحالي، وبعد ذلك الانتصار على إيران اللي تعتبر فريق من نوع آخر. هنا الكرة خطرة، ضاعت الفرصة على إنابة. إنابة كان ممكن يسجل الهدف الثالث لكن ضيعها. عادت مرة ثانية المنتخب التايلندي الآن، السرعة تعود للقاء. المحاولة اليابانية ممكن من خلالها، ممكن ولكن طالت عليه، وبالتالي لرمي التماس. لحق واتلحق عندما تكون المباراة سريعة ويكون الرتم سريع. كرات سريعة متنقلة من جانب الفريقين. لعبة تتطلب مهارة عالية ودقة في التمرير وتركيز داخل أرضية الملعب، حتى لو كانت تقام في الصالات المكيفة، ولكن جهد كبير يبذل من جانب اللاعبين. كوغوري، كيتاهارا، هنمي الآن، هنمي خطرة لليابان، ممكن تسجيل لكن اصطدت لحارس المرمى في القائم. عادت مرة ثانية تايلندية الهجمة العكسية الخطة هذه. هنمي الآن لاعب على لاعب، ممكن ضاع الانفراد، ضاعت الفرصة. إثارة الآن حاضرة وتدخل قوي، تدخل قوي ومناوشات الآن في المباراة الأخيرة. نتمنى الابتعاد عن هذه الاحتكاكات. تدخل قوي كان من اللاعب كيتاهارا، سيحصل يدولي على البطاقة الحمراء. بالفعل البطاقة الحمراء على كيتاهارا صاحب الهدف الثاني. كيتاهارا، إثارة حاضرة الآن في صالة نادي الوصل. كيتاهارا يقول بأنه كان يلعب على الكرة. لا، هذه فيها بطاقة حمراء، سامحني يا كيتاهارا، هذه فيها تدخل، فيها إيذاء، حتى لو كانت النية الكرة. لكن أيضا شوف الإيذاء، شوف التهور. خلاص ما راح يقدر انه يلعب. اليابان ستلعب بأربعة لاعبين وحارس المرمى ليه. مدة معينة اليابان ستلعب لمدة دقيقتين بدون لاعب، بأربعة لاعبين مع حارس المرمى، ولكن اللاعب نفسه خلاص ما راح يدخل. صحيح ان التبديلات غير محدودة، ولكن صاحب القميص رقم 3 وتارو كيتاهارا خلاص راح يتواجد في المدرجات، لن يلعب في مباراة اليوم. حكم اللقاء يتحدث مع ميغيل رودريغو. نور الدين بوكاييف الحكم القرغستاني، هل تستغل تايلاند الفرصة وتستغل النقص العددي وتسجل التعادل؟ ممكن الآن عملية التسديد. ضاعت على المنتخب التايلاندي، أربعة لاعبين، ثلاثة في الملعب وحارس المرمى والنقص العددي. أوسوكو يحاول فيها، يتقدم بالمهارة، ممكن أوسوكو، لكن إلى خارج الملعب. تايلاند الآن تحاول أن تستغل هذا النقص. 2-1 لمصلحة اليابان، 2-1 لمصلحة اليابان. الدقيقتين اللي يطرد فيها اللاعب كيتاهارا، لكن بعد ذلك يستطيع المنتخب الياباني أن يستعوضه بلاعب. هنا الآن كرة تايلاندية، نقلات حاضرة، ممكن تسديد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية. بعد دقيقتين راح يدخل لاعب ياباني آخر، لكن اللاعب اللي انطرد خلاص ما راح يكمل. ممكن تسديدة في القائم الأيسر لحارس المرمى الياباني لكاواهارا. أوسودو في الجهة اليمنى، مراوغة للمنتخب الياباني. شوف أوسودو حاول أن يعدي، واضح كان في صالح المنتخب الياباني.
اليابان ستحاول أن تحافظ على النتيجة. كرة عشوائية وعالية كانت من حارس المرمى. المباراة النهائية في الفاينل جيم، هل يكون ختامها مسك للمنتخب الياباني؟ تايلاند تحاول وسط الزيادة العددية. تايلاند الآن في أكلام الهداف، عدد مرة ثانية تسديدة، يا الله صاروخية في العارضة، خفيفة لا تصد ولا ترد، لكنها ردت، وهذه المرة ردت من حارس المرمى بسرعة. الآن المنتخب الياباني يحاول، فرص الآن، فرص قاعدة تضيع من المنتخب التايلاندي. شوف شوف التسديدة الصاروخية القوية، حارس المرمى يتفرج ولكنها بالعارضة، لحسن حظ المنتخب الياباني في العارضة. تايلاند الآن تحاول ببراوة بشراسة انها تتعادل، انها تعود الى اللقاء. لا تزال الامور نقلات قصيرة، عملية البحث عن الثغرة بالجهة اليمنى. ممكن المنتخب التايلاندي، حارس المرمى يتدخل، حارس المرمى يتدخل، دفاع مستمر، دفاع مستمر من جانب المنتخب الياباني. مرة ثانية منتخب التايلاندي ما راح يسكت، مرة ثانية تسديدة، اصطدت وتغيرت، اصطدت وتغيرت، التسديدة الأخرى أيضا ضاعت. كان ممكن الهدف، كان ممكن الهدف الآن انتهى في الدقيقتين، وأصبحوا كاملين العدد، أصبحوا كاملين العدد. محاولة إنابة، ممكن إنابة يحاول فيها، مراوغة حاضرة، مباراة نهائية، تسديدة، حارس المرمى خلصها. عادت مرة ثانية الآن المنتخب التايلندي، ما فيها خطأ، فيها كلام الآن يحاول حذر على كورته، مقطوع للمنتخب الياباني. إنابة ممكن يراوغ، تدخل قوي، تدخل قوي، دقائق فيها إثارة عكسية للمنتخب الياباني. حذاري من هذه الكرة، حذاري، تسديدة، خلص حارس المرمى. يا كثر التسديدات ويا كثر الصواريخ اللي تطلق والقذائف اللي قاعدين يشوفها في المباراة النهائية. شوف التسديدة القوية، لكن حارس المرمى الراس على مستوى عالي، الراس على مستوى عالي، وفريقين من طراز عالي وطراز رفيع يتواجدان في المباراة النهائية. وسط أجواء جماهيرية، وسط أجواء تشجيعية مستمرة، تسديدة يسارية إلى خارج أرضية البث، إلى خارج أرضية الملعب. الأمور إذا ما كانت سريعة يبغينها لياقة، يبغينها لياقة عالية، لياقة عالية بالنسبة للاعبين، بالنسبة للمتابعين لياقة أعصاب، بالنسبة للمعلقين لياقة تعليق. كرة الكرة، ولكن في الشباك الخارجية بشكل سريع، بشكل سريع المنتخب التايلندي يحاول المباراة في الشوط الثاني في آخر شوط من كأس آسيا لكرة قدم الصالات. وكايو، كايو يتقدم، كايو يحاول، فيها خطأ على المنتخب الياباني، ثالث خطأ، ثالث خطأ على المنتخب الياباني على موراكامي. موراكامي كان عليه الخطأ. المنتخب التايلندي يحاول، عملية المراوغة تصل إلى حارس المرمى، تصل إلى حارس المرمى. كرة الآن يابانية، ممكن في يد حارس المرمى، وصلت إلى وون كايو، كايو صاحب الهدف الوحيد. ممكن الآن التايلندي، المهاجم التايلندي اللي هو سورن ويتشيان حاول فيها، لكن التسديدة اصطدت الدفاع. صدت في الدفاع، ما في مجال للتهدئة، ما في مجال للتهدئة في هذه المباراة. المحاولة أيضا بالضيق بحكم صغر مساحة الملعب، الهجمة تكون حاضرة في أقل من دقيقة في أجزاء من الثانية. هجمة هنا، هجمة هناك، المنتخب التايلندي فيها خطأ، هل فيها تأخر على حارس المرمى؟ بالفعل فيها خطأ، فيها خطأ للمنتخب الياباني، خطأ على مشارف منطقة الجزاء في لعبة كرة قدم الصالة. شوف الجماهير اليابانية سعيدة حتى الآن بالتقدم. هنا التسديدة الصاروخية القذيفة اللي ردتها، اللي ردتها بالتأكيد تتمنى أن ما ردتها، لقوتها ولسرعتها. اليابان هل تسجل الهدف الثالث الآن؟ قريبة جدا، حائط الصد البشري، ثلاثة لاعبين، مين اللي راح يسدد؟
فيها فدائيه. مين اللي راح يسدد؟ الفرصه مواتيه لليابان لكي تحرز الهدف الثالث، لكي تحقق معنويات منتخب تايلاند، المنتخب اللي يبني النفس باللقب الاول. مين اللي راح يسددها؟ تاكيتا ولا انابا ولا كوغوري ولا كازوهوري نيبويا؟ ممكن الان، ممكن ملعوبة. جول ياباني، ثلاثية يابانية في الشباك التايلاندية. شوف الفكرة، شوف كيف حطاها في الزاوية البعيدة. برافو 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 المنتخب الياباني، يا سلام على الفكرة، يا سلام كيف حطها بثقة. خدع الجميع، خدع حارس المرمى، شاف الزاوية بسهولة، بعد ذلك سجل. تايلاند الآن، تايلاند تايلاند تايلاند. ضاع الهدف الثاني، ضاع الهدف الثاني. اقتربت اليابان الآن، شوف الفرصة التايلاندية ولكنها في الشباك الخارجية. شوف الهدف، شوف الهدف، نفذت وحركت بشكل قصير، بعد ذلك حطها بباطن القدم. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا فنان، يا ذكي، كيف حطها؟ كيف سدد إنابا؟ إنابا ينوب عن المنتخب الياباني ويسجل الهدف الثالث. إنابا، إنابا عملية التفكير، سجلها بمخه، سجلها بذكاء، بعد ما لمح في جزء من الثانية الزاوية المفتوحة على طول بباطن القدم، بكل حنكة وبكل دقة سجل الهدف الثالث. اليابان ثلاثة، اليابان ثلاثة، تايلاند واحد، ولكن التشجيع التايلاندي لا يزال مستمر. الجماهير التايلاندية لا تزال متحمسة، والجماهير اليابانية أيضا حاضرة بقوة. سعادة يوسف السكان رئيس اتحاد كرة القدم، وسعادة أحمد الشريف رئيس اللجنة العليا للبطولة، وأيضا القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السيد زهانجيلون يتواجدون في المنصة الرئيسية. أيضا عبيد الشامسي نائب رئيس اتحاد كرة القدم النائب الثاني. الكل حاضر، الكل حاضر. رجال، هنا كرة، رجال ونساء، صبيان وفتيات وأطفال. التشجيع حاضر بقوة. المنتخب التايلندي، المسألة أصبحت صعبة والحلم أصبح صعب الآن بعد الثلاثية اليابانية. اليابان لم أو تايلاند لم تستغل النقص العددي بعد ما طرد اللاعب كيتاهارا، والان اليابان تضاعف النتيجه. ملعوبه الى نيبويا، نيبويا يحاول يلعب لكن ايضا وونغ كايو، كايو الان معاه الكره، ممكن ممكن تقليص الفارق، ممكن تقليص الفارق، لكن اصطدم اصطدم. لن تستسلم تايلاند، لن تستسلم تايلاند في مباراه اليوم، ستحاول بكل قوه. لسه فارق الهدفين في هذه اللعبه، ماو ماو الفارق الكبير، ممكن يعوض، ممكن يعوض في اي جزء من الثانيه، في اي هجمه خاطفه. المحاوله التايلانديه الان، لاكا الى وونغ كايو الى بيانغ لاك، بيانغ لاك سدد، حارس المرمى صدها. الهجمه العكسيه، نيبويا، نيبويا ممكن لكن ما عدى. كيغوري الان، كيغوري يحاول يتدخل حارس المرمى، يتدخل حارس المرمى. إثارة ما بعدها إثارة، ومتعة ما بعدها متعة، هنا في نهائي كأس آسيا لكرة الصالات. المنتخب الياباني، أرشادو، تاكيتا، كوغوري كانت معاه الكرة، هيني الآن في الجهة الثانية يلعبها ناحية تاكيتا، لكن أيضا يحافظ عليها، وبالتالي تصبح الكرة للمنتخب التايلاندي. وقت مستقطع الآن، وقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب التايلاندي الهولندي فيكتور هيرمانز. إذا أربع مجموعات، المجموعة الأولى تأهلت منها إيران وأستراليا، المجموعة الثانية تأهلت منها الكويت وأوزباكستان، المجموعة أو المجموعة الأولى تأهلت منها تايلاند وقرغيزستان.
المجموعة الثانية اليابان ولبنان، المجموعة الثالثة إيران وأستراليا، والمجموعة الرابعة الكويت وأوزبكستان. بعد ذلك في الدور ربع النهائي تايلاند هزمت لبنان 5-3، إيران هزمت أوزبكستان 6-3، اليابان هزمت قرغستان 1-0، والكويت خسرت أمام أستراليا بهدفين مقابل 3. في الدور قبل النهائي كما هو معروف للجميع تايلاند هزمت إيران 5-4 في الوقت الإضافي، واليابان هزمت أستراليا ب3 أهداف مقابل لا شيء. هنا المباراة النهائية، هنا الفاينل، هنا نهائي كأس آسيا لكرة القدم الصالات. من اللي راح ينتصر في مباراة اليوم؟ الأمور ما هي سهلة بالنسبة لهذا اللقاء. المنتخب التايلندي متأخر بهدف مقابل 3. نقلات تايلندية الآن عادت إلى هنمي، هنمي معاه الكرة، وصلت في الجهة اليسرى إلى تاكاهاشي. خطرة هذه للمنتخب الياباني، يحاول أن يسدد ولكن إلى خارج أرضية الملعب، حاول فيها اللاعب موراكامي. ميغيل رودريغيز الآن يوجه، أو ميغيل رودريغو يوجه لاعبينا على بعد 7.5 دقائق. كافية جدا للتعويض بالنسبة لتايلاند، وكافية جدا لتوسيع الفارق بالنسبة لليابان. المنتخب الياباني اللي ما صدق خبر أن المنتخب الإيراني ما تأهل. في كل مرة يواجه في مباراة نهائية يخسر أمامه، في 5 نهائيات كل ما تأهل المنتخب الياباني إلى مباراة نهائية يواجه إيران يخسر. في المرة الوحيدة اللي ما واجه فيها إيران هزم أوزبكستان وحصل على البطولة، ها هو الآن في المرة الثانية يواجه تايلاند ويبدو لي في طريقه للحصول على اللقب الثاني في تاريخه. وانكايو الآن تايلاند تبحث عن التعديل، وبالتالي حارس المرمى يشارك في الهجمة الآن، يشارك في الهجمة. 5 لاعبين مقابل 4 داخل أرضية الملعب، وحارس المرمى الياباني ملعوبة في الجهة اليسرى. المنتخب الياباني يحاول أن يدافع بالخطأ، المرمى خالي، المرمى خالي، المرمى خالي. الساموراي الياباني 4-1، البطل الياباني في الطريق نحو اللقب الثاني عن طريق الهدف الرابع من قدم اللاعب رافائيل هنمي. رافائيل هنمي استغل خروج حارس المرمى، سددها بسهولة، حارس المرمى مرة ثانية، هذه إلى خارج أرضية الملعب. هدف نقدر نعتبره هدية مجانية تايلندية إلى المنتخب الياباني. صمت الآن في المدرجات التايلندية. 4 أهداف، الفارق يتوسع الآن. لا تزال الأمور بالنسبة لتايلاند المحاولة حاضرة. نقلات قصيرة. المنتخب التايلندي يبحث عن الهدف الثاني. ممكن الآن تسديدة في القائم الأيسر، في القائم الأيسر. 4-1 على بعد 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ماذا سيفعل المنتخب التايلندي الآن؟ كيف راح يواجه هذا التأخر؟ الجواب سنراه في أرضية الملعب. نقلات سريعة، الاستعانة بحارس المرمى لكي يكون شريك في الهجمة. حارس المرمى وانكايو إلى تشارنجيون، ملعوب عرضية ضاعت على تايلاند، ملعوبة بشكل عالي، تعاد إلى حارس المرمى. تايلاند الآن في هجمة جديدة، تايلاند في هجمة جديدة. جايم تشاروين، وانكايو إلى سورين ويتشيان،
وكايو نقلات تايلندية، نقلات صفراء. المنتخب الأصفر حتى الآن متأخر أمام اليابان. اليابان أربعة، اليابان أربعة وتايلند واحد. المسألة صعبة، وكل ما مضى الوقت ازدادت صعوبة. تشوديك نقلات لا تزال حاضرة، عملية البحث عن الثغرة بالنسبة للمنتخب التايلندي، لكن حتى الآن لا ثغرات، لا ثغرات، لا ثغرات. خطرة هذه تايلند، تايلند تسديدة، حارس المرمى، حارس المرمى عادت مرة ثانية. الآن يحاولون بكل قوة بأي طريقة تقليص الفارق إلى ضربة ركنية. ياهو حماس، ياهو حماس داخل أرضية الملعب، وياهو قتال. معركة من معارك كأس آسيا في المباراة النهائية، معركة شرق آسيوية من خلال نهائي خالص ما بين تايلاند واليابان. حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة، يلعبها بشكل عالي، ممكن يسجل الهدف. الله المسافة البعيدة. شوف الإعادة، شوف الإعادة، سجل الهدف الخامس. لاحظ خروج حارس المرمى، حطها بدقة، خمسة، خمسة خماسية. خمسة وخميسة للمنتخب الياباني، خمسة واحد الآن، خمسة واحد الآن. تكررت نتيجة النهائي الأول. هنا الكرة، ولكن أيضا يصدها حارس المرمى. النتيجة اللي فازت فيها اليابان في النهائي الأول، اللي حصلت عليه في البطولة الأولى، اللي حصلت عليها أمام أوزبكستان، فازت في تلك المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. ها هي الآن تعاود الكرة وتسجل نفس النتيجة على حساب المنتخب التايلندي، لكن لسه لسه ثلاث دقائق. البطولة يبدو لي أصبحت أقرب لليابان أن ترجع تايلاند وتسجل أربعة أهداف دفعة واحدة في هذا الوقت القصير. المسألة صعبة، المسألة صعبة. ياهي فدائية وياهو استبسال، فمحارب الساموراي لا يستسلم، لا يستسلم، يقاتل بضراوة للدفاع عن اللقب، للدفاع عن المركز الأول اللي يبحث عنه. ما راح يفوت الفرصة، نهائي ما فيه منتخب إيران، ما راح يفوت الفرصة. مرة ثانية تسديدة، خطرة هذه، مرة ثانية الآن، ممكن التسديدة البعيدة. مسافة بعيدة، أوسودو، أوسودو يسد الأمور على المنتخب التايلندي. ياهي فرحة المدرجات اليابانية، فرحة البطولة، فرحة اللقب الثاني، فرحة الأمجاد، فرحة التاريخ، فرحة المباراة الكبيرة، فرحة المعركة الآسيوية اللي سينتصر فيها المنتخب الياباني على بعد دقيقتين ونصف. واليابان 6-1، اليابان 6-1، وتايلند لا تزال تحاول أن تقلص الفارق. تحاول أن تقلص الفارق، تحاول أن تقلص الفارق تايلند. الأمور الآن في الجهة اليمنى، عملية التسديد، سقوط ما فيها شيء، الهجمة المرتدة. كيغوري، كيغوري عدى، ما عدى، ما عدى، تدخل تايلندي قوي. 6-1، 6-1، الأمور ذهبت لمصلحة المنتخب الياباني. وحزن شديد وهجوم شديد بالنسبة للجماهير التايلندية اللي كانت تمني النفس باللقب بعد ما أخرجت إيران، بعد ما أخرجت المنتخب الإيراني. كرة الآن، المنتخب التايلندي يبحث عن هدف ثاني حتى لو كان شرفي. النقلات حاضرة، تايلاند لا تزال، ممكن التسديد. مادلاين أو ماتيلان، تتخلص هذه، تتخلص هذه الكرة. لن يكون هناك بطل جديد. 10 بطولات من نصيب إيران، بطولة واحدة من نصيب اليابان، والثانية الآن ستكون لليابان على بعد دقيقة ونصف. البطولة اللي تقام في دولة الإمارات، في إمارة دبي، وبالتحديد في صالتي الوصل والشباب. هنا المباراة النهائية في صالة الشيخ راشد بن مكتوم المكتوم بنادي الوصل.
اليابان في طريقها للقب الثاني. يحاربون بضراوة، محارب الساموراي الياباني يقترب من اللقب، يقترب من البطولة. اليابان تكشر عن أنيابها في الشوط الثاني وتضيف 4 أهداف أخرى. 6-1 بالنسبة لليابان. وإن أخذت البطولة فبالتأكيد تستحقها. صحيح أنهم ما قابلوا إيران اللي عادة ما تهزمهم في هذه البطولة، لكن الظروف الحالية راح يستغلونها خير استغلال فيهزمون المنتخب التايلاندي اللي هزم المنتخب الإيراني. 3 أخطاء على اليابان، 2 على تايلاند على بعد دقيقة واحدة، وسيتوج المنتخب الياباني باللقب. دقيقة واحدة من الوقت الأصلي، دقيقة واحدة من اللعب الفعلي. تايلاند جماهيرها تشجع بكل روح رياضية بالرغم من الخسارة السداسية. المنتخب الأفضل ينتصر، المنتخب الأكثر تنظيما، الأكثر تركيزا، الأكثر استغلالا للفرص. مسجل 6 أهداف. عادت مرة ثانية ماتيالان في الجهة اليمنى، تصطاد هذه فيها خطأ على المنتخب الياباني، فيها خطأ. 5 أخطاء الآن، لمسة يد، 5 أخطاء الآن على المنتخب الياباني. أي خطأ آخر في ضرب الجزاء راح يكون، لكن ضرب الجزاء شو اللي راح تسويه الآن من بعد السداسية، من بعد ما فات الفوز، ما راح بالتأكيد ينفع صوت الكرة التايلندية. هنمي يحاول يلعبها في المنتصف، يابانية يراوغ فيها الكابتن، يلعبها خطرة سباعية. الشباك الخارجية، ضاع الهدف السابع على بعد 10 ثواني، ولكنهم يأبون ويرفضون حتى تسجيل الهدف الثاني في مرماهم. إنهم اليابانيون، إنه محارب الساموراي. منتصر ب6 أهداف، منتصر بجدارة واستحقاق نحو اللقب الثاني، نحو البطولة الثانية. المنتخب الياباني على بعد ثواني، خطرة هذه ممكن الآن، وانتهت المباراة، انتهت البطولة. تتويج ياباني، اليابان بطل لآسيا، بطل لآسيا في كرة القدم العادية، بطلة لآسيا في كرة القدم الصالات. مبروك للمنتخب الياباني، هارد لك للمنتخب التايلاندي. اليابان تفوز ب6 أهداف مقابل هدف واحد، وتستحق اللقب عن جدارة. بطولة كانت مميزة فنيا وتنظيميا، استطاعت اليابان أن تستغل الظروف وأن تحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخها على حساب المنتخب التايلندي. 6 أهداف مقابل هدف واحد. هنا ميغيل رودريغو مدرب المنتخب الياباني اللي يأتي من إسبانيا، بينما المنتخب التايلندي بمدربه الهولندي فيكتور هيرمانس يخسر المباراة النهائية ويكتفي بالمركز الثاني كما حصل عليه في نسخة 2008. أعزائي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي قناة دبي الرياضية، سيكون لنا لقاء آخر مع التتويج، المنتخب الياباني بهذه البطولة. إلى ذلك تقبلوا تحياتي بعد وقت قصير، وبعد فترة بسيطة سيكون التتويج للمنتخب الياباني بالبطولة اللي يحتفل الآن مع جماهيره. إلى ذلك تقبلوا تحياتي بعد دقائق قليلة، سنلتقي بإذن الله.
ケーです、お願いします。はい、優勝おめでとうございます。決戦を振り返って今の心境を教えてください。いや、もうとにかく本当に嬉しいです。まあ、勝利のポイントはどこにあったと思いますか？いや、もう本当に、日本のためにみんな一致団結して本当にいい自分たちのフットサルができたってことは本当一番の勝因だったと思います。日の丸を背負って戦うということを改めて感じることは何でしょうか？まあ、こうやって UAE の地でこういう場でアジアで一番っていう本当に自分たちが目標としてたものにたどり着いたってことが本当に嬉しいですし、こうやってテレビ中継が入って日本の皆さんに知ってもらえたってことがもう何よりも誇りに思いますし、すごい大きなことをしたんだなと思います。では最後、日本で応援してくれているサポーターへの一言お願いします。はい、今日はありがとうございました。ですね、本当にこれでアジア1位になれましたので本当にありがとうございました。この後ワールドカップが11月にあります。それがもうアジア1位として臨む大会ですし、それまで F リーグっていう日本で、日本リーグをやってますので、ぜひ、この機会に F リーグにも足を運んで、その後ワールドカップに向けてっていうところまで、皆さんに応援していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に今回優勝おめでとうございます。今の心境をどうぞ。そうですね、本当にもう一度ねアジアのトップに立ちたかったんで、そのためにやってきたんで、結果が出せて嬉しいし、まあ、2006年以来の優勝ですけれども、ここに車があって長かったと思いますが、どうでしょうか？そうですね、本当にもう一度アジアの、ね、トップになるためにみんなで一生懸命やってきたんで報われて本当に嬉しいです。それではですね、日本で応援してくれたサポーターの中で皆さん一言お願いいたします。それも本当に僕らだけの力じゃここまで来れなかったと思うんで、本当に会場に来てくれているファンの皆さん、そして日本で応援してくれている全てのね、フットサルファンに捧げたいなと思います。今日ありがとうございました。おめでとうございます。この度優勝おめでとうございます。今の心境は？本当まずはこの優勝を僕らのことを応援してくれた日本中のサポーターと、そして東日本大震災で被災された皆様に本当にこの優勝を捧げたいと思います。本当にどうも応援ありがとうございました。最後、勝利のポイントはどこにあったでしょうか？やっぱりもう最後は一体感、みんなで集中して最後までディフェンスしたのがやっぱり勝敗を大きく分けたんじゃないかなと思います。本当に最後の最後まで集中を切らさないで、一人退場しちゃいましたけど、全員でそれを、ね、カバーして、本当チームワークの良さが優勝につながったと思います。本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。Thank you.
نعود مجددا مشاهدينا الكرام مع حفل التتويج بالنسبه لبطوله كاس اسيا لكره قدم الصالات. الان سيكون التتويج والفرق الثلاث الاولى، بدايه من المنتخب الايراني صاحب المركز الثالث، ثم المنتخب التايلندي صاحب المركز الثاني وصيف هذه البطوله، والمنتخب الياباني بطل كاس اسيا لكرة قدم الصالات الحالية 2012 هنا في دولة الامارات. الان تكريم طاقم التحكيم بالنسبة للمباراة النهائية السيد نور الدين بوكايف من قيرغستان، كيم كوان من كوريا الجنوبية، والحكم الثالث محمد الحداد من دولة الكويت، الحكم او حكم النقاط مارك بيركت من المملكة المتحدة من بريطانيا. التكريم طاقم التحكيم للمباراة النهائية. إزهانك جيلون القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوسف السركال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس اتحاد كرة القدم في الإمارات، ايضا داتو اليكس سوسي الامين العام للاتحاد الاسيوي، سعاده احمد الشريف رئيس اللجنه العليا للبطوله، وسعاده ابراهيم عبد الملك الامين العام لهيئه الشباب والرياضه في دوله الامارات. جائزة اللعب النظيف للمنتخب الإيراني. جائزة اللعب النظيف للمنتخب الإيراني يتسلمها الكابتن وحيد شمسائي، هذا اللاعب اللي يعتبر أسطورة في
كرة القدم الآسيوية، هداف هذه البطولة لسبع مرات، نافس على لقب الهداف في هذه المرة، ويتسلم جائزة اللعب النظيف. الآن جائزة هداف البطولة. نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سعادة يوسف السركال سيتوج اللاعب الفائز بلقب هداف البطولة. سبعة أهداف لوحيد شمساي يتوج بلقب هداف البطولة بسبعة أهداف، يتساوى أيضا مع لاعبين آخرين، لكن أيضا يمنح له اللقب بناء على الأسست والمساعدات وعملية صنع الأهداف اللي صنعها. وحيد شمساي للمرة الثامنة في تاريخ هذا اللاعب يحصل على لقب هداف البطولة. هذا اللاعب اللي حصل مع المنتخب الإيراني على كل البطولات الآسيوية اللي شارك فيها المنتخب الإيراني، 10 بطولات كان متواجد في كل بطولة وحيد شمسائي، بعد ما سجل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لكن أيضا تم منحه اللقب بناء على صنع لأهداف أخرى أيضا. This award will be presented by Mr. Richard Lai, AFC Executive Committee Member and Chairman of AFC Futsal Committee. And Abdallah Dabil, Most Valuable Player of AFC Futsal Championship UAE 2012, is Henmi Katsutoshi Rafael from Japan. إذن رافائيل هنمي جائزة أفضل لاعب لرافائيل هنمي اللي استحق هذا اللقب. هنا اللاعب رافائيل هنمي، لاعب المنتخب الياباني واللي توج مع فريقه بلقب البطولة، رافائيل هنمي. رافائيل كيتسوتوشي هنمي يحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة. Ladies and gentlemen, since November 2011, 30 countries have participated in the AFC Futsal Championship. استمر التتويج واستمر الحفل. In 2012, we have the top three teams. Please all welcome Dr. Trang Quoc Thuan, AFC Executive Committee Member and Deputy Chairman of AFC Futsal. الآن المنتخب الإيراني سيتوج ب ميداليات المركز الثالث، انتهت الألقاب الفردية، لقب الهداف ذهب إلى وحيد شمساي بسبعة أهداف وست عمليات لصنع الأهداف. أفضل لاعب لهنمي رافائيل هنمي الياباني، جائزة اللعب النظيف للمنتخب الإيراني، والميداليات البرونزية الآن للمنتخب الإيراني. الميداليات البرونزية المنتخب الإيراني بطل هذه البطولة لعشر مرات، وبالتأكيد الحصول على المركز الثالث لربما يعتبره مسؤولو اللعبة في إيران بأنه إخفاق، لكنهم الآن في المركز الثالث. تتويج المنتخب الإيراني بالميداليات البرونزية، منتخب إيران صاحب المركز الثالث في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات. اللاعبين، الجهاز الفني، كيرشافيز، حسن زادة، شمسائي الكابتن، محمد طاهري، مصطفى نزاري، علي سميمي، حميد أحمدي، جواد أصغري مقدم، مجد لطيفي، ومهدي جاويد، إسماعيل بور أحمد، وقدرة بهادوري، بالإضافة إلى حسين الطيبي ومجتبى نصير نائي.
مدرب الفريق علي صانعي، الجهاز الفني مدير الفريق زيد مصطفى عماري. هذه الأسماء اللي شاركت في تشكيلة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. صاحب المركز الثالث ميداليات البرونزية لا تزال علي صانعي باين في الصورة، لم يصنع الانتصار في الدور قبل النهائي، وبالتالي اكتفى فريقه بالمركز الثالث. الآن تتويج المنتخب الميلاند أو المنتخب التايلاندي بالميداليات الفضية تحت قيادة المدرب الهولندي فيكتور هيرمانز. المنتخب التايلاندي بداية بحارس المرمى تومبا لاكا وونكايو سوينغ لانغ سورينغ ويتيان دانكو تود جوديك بين باكول مادايلان عارف أهما جاي بيكوا جايم تشاروين. هذه أسماء المنتخب التايلاندي المشاركة في هذه البطولة، أيضا بيبايان راتانا وتوسيري ناتي. مدرب الفريق السيد فيكتور هيرمانز من هولندا، ومساعدة التايلاندي سوتيبون وان وين ويز. وان وين ويز المنتخب التايلاندي اللي يشكر على تقديم أداء قوي، استطاع أن يزيح المنتخب الإيراني المسيطر على هذه البطولة في الدور قبل النهائي. قدم مستويات قوية، ولكن في المباراة النهائية الخبرة والنتيجة ذهبت لمصلحة الساموراي الياباني. تتويج المنتخبات الثلاث الأولى في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات. شكرا دولة الإمارات على هذه الاستضافة الرائعة بالتأكيد والتنظيم الرائع، واللي يتوج بنجاح فني من خلال المباراة الأخيرة. مباراتين اليوم تحديد المركز الثالث والرابع. إيران هزمت أستراليا 4-0، وفي المباراة النهائية اليابان هزمت تايلاند بستة أهداف مقابل هدف واحد. لا تزال عملية تتويج الميداليات الفضية للمنتخب التايلاندي. بعد قليل تتويج المنتخب الياباني بالميداليات الذهبية وكأس البطولة. اللحظة اللي تنتظرها الجماهير اليابانية. الميداليات الذهبية ستقدم وستمنح من قبل سعادة يوسف السركال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي. المنتخب الياباني الآن بطل كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه. كوكوري الميداليات الذهبية. أوسودو الآن واللاعب نيبويا، بعد ذلك تاكيتا منابو تاكيتا، الآن موراكامي حارس المرمى فوكيمبارا. فوكيمبارا والحارس الآخر اللي هو فوجيوارا اللاعب المطرود في مباراة اليوم. كيتاهارا روبرت هنمي أفضل لاعب في البطولة. تاكاهاشي يستلم ميداليتا. إنابا سجل في مباراة اليوم. وأيضا اللاعب هوشيشوتا المدرب ميغيل رودريغو المدرب الإسباني للمنتخب الياباني يتوج بلقب هذه البطولة. الجهاز الفني المعاون مدير المنتخب الياباني كيوتو أو كيكتو. باقي أعضاء المنتخب الياباني وأيضا الكابتن كومياما اللي سيحمل هذا الكأس، الكأس الغالي، كأس لقب بطولة آسيا لكرة قدم الصالات.
الآن لحظة التتويج بالكأس من قبل إزهان جيلونغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي. إلى كومياما، كومياما الآن لحظة التتويج، سيرفع الكأس عاليا. لحظة تتويج المنتخب الياباني بعد لحظات من الآن. يتسلم الكأس من سعادة إزهان جيلونغ. الآن لحظة رفع الكأس، واليابان بطلة لآسيا في كأس كرة قدم الصالات، كأس آسيا لكرة قدم الصالات. الآن عملية رفع الكأس من جانب كومياما وباقي أفراد المنتخب الياباني، سعادة واحتفالات بالنسبة للمنتخب الياباني. شكرا اليابان على تقديم هذا المستوى والأداء الرائع، اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الياباني، والاحتفال بالتتويج من جانب أفراد محاربي الساموراي. شكرا دولة الإمارات على هذا التنظيم، بطولة كانت رائعة بكل المقاييس، أقيمت هنا في إمارة دبي في دولة الإمارات، وبالتالي يتوج بلقبها لقب النسخة الثانية عشر على المنتخب الياباني. مبروك للمنتخب الياباني هذا التتويج وهذه البطولة للمرة الثانية في تاريخها. هارتك لكل الفرق الأخرى، تايلاند في المركز الثاني، إيران في المركز الثالث، أستراليا في المركز الرابع، كلهم سيتواجدون في مونديال كأس العالم. والمنتخب الكويتي اللي استغل أن تايلاند ستستضيف المونديال القادم، وبالتالي حصل على أفضل فريق في الدور ربع النهائي، وسيتواجد في المونديال كممثل الكرة العربية. كنا معكم في قناة دبي الرياضية في هذه البطولة، البطولة الكبيرة، ونأمل أن نلقى استحسانكم، ونأمل أن كنا قد وفقنا في نقل هذه البطولة بشكل مميز. قناة المشاهير كانت مميزة بالتأكيد في نقل هذه البطولة إلى بطولات أخرى في المستقبل القريب، وإلى بطولات قادمة في دولة الإمارات وغيرها. تحياتي وتحيات إخواني الزملاء، أنا معلق المباراة أحمد سلطان العبيدي وباقي الطاقم الفني، تحية كبيرة لكل المشاهدين والمتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.